السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين المشتركين المحتملين الجدد. ونواصل مواضيعنا عبر قناة يوتيوب جعفر تيغزري في موضوع يتعلق بقانون حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي. حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا شك أن هذه مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة حتمية للوجود في حياة كل شخص، والوسيلة الأساسية والوحيدة التي باتت تستخدم اليوم للتواصل بين الأفراد سواء في المناطق البعيدة أو القريبة. والتعبير عن المشاعر والأحاسيس، مثلا شاب يتكلم مع شابة أخرى، أو شخص يتكلم مع من الجنس الآخر، كما أنها تستخدم من قبل معظم الأفراد للتجارة أيضا. بالنسبة لكوميرسون تجار، أنها أصبحت وسيلة باش يبيعوا فيها المنتوجات ديالهم. ولكن على الرغم من أهمية البالغة للمواقع التواصل الاجتماعي، فهي اليوم أصبحت أهميتها كأهمية الطعام من حياة الإنسان. إذا مبقاش كيقدر يستغنى عليها، فالطعام منقدروش نستغنوا عليه، بمعنى تتيح للفرد التواصل مع الآخرين وأيضا العمل والتعبير عن الرأي، ولكن كيبقى كله مقيد في بعض الأمور. فلا يمكنك شتم أحد الرؤساء مثلا، أو الاعتداء بالكلام على أمن الدولة مثلا، ولا يمكنك أيضا تهديد أحد الأفراد بالقتل أو الشتم عليه أو الاعتداء على حرية الآخرين، لأن كل هذه الأمور مراقبة ومقيدة. إذا هناك حدود لهذه الحرية ديال التعبير المتاحة لنا، وكاين واحد القيود على هذه حرية التعبير الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. فهي أصبحت اليوم وسيلة كما قلنا فعالة لنقل الأخبار من مكان إلى آخر، ومتابعة الأحداث في كافة أنحاء العالم، أي أنها باتت مصدرًا أوليًا لوسائل الإعلام العالمية، كما أنها أصبحت أداة للقيادة والتنظيم. وليتي كتدخل المؤسسات أو الإدارات، كتلقى واحد منشأ إلكتروني هو في بروغراماسيون، في لوجيسيال. إذا أصبحت هي القيادة والتنظيم، بمعنى أن نقدر نقول أن هي أيضا أداة للتنظير والتعبير عن الرأي، حيث أن جميع أفراد يعتقدون أن شبكات التواصل الاجتماعي ما هي إلا فضاء افتراضي يمكن التنقل والتعبير فيه دون أي قروض في دون أي قروض فعالة. فعادة الأشخاص يخشون التعبير عن آرائهم بشكل علني أمام الأشخاص، لذا يلجأون للتعبير عنها في العالم الافتراضي دون خوف أو خشية، باعتبارها فضاء افتراضي يتمتع بالحرية ولا يسع لأي طرف امتلاكه، وبالطبع كتؤدي إلى الفوضى. لذلك تنبه المشرع لهذا الأمر، وتم تقييد حرية التعبير بشرط أساسي هو أن لا تتجاوز حرية التعبير حدود الآخر، هذا حسب نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1984، واللي نصت على أن الحق في التعبير كيشمل البحث وإرسال واستقبال معلومات وأفكار عبر أي وسيط بغض النظر عن الحدود. فالضوابط والقيود ديال تنظيم استخدام هذا الحق بدونها تؤدي إلى إثارة في غنى عنها، ولكن هذا لا يعني أن نتبع سياسة تكميم الأفواه، سد فمك، دخل سوق راسك، الباب اللي يدخلك منه الريح سدو، بحجة ضبط حرية التعبير لتقليل الفتن والصراعات. وبالتالي أصبحت
في بعض الدول كتفرض قانون عقابي يؤدي إلى التقليل من حرية التعبير عن قضية ما، سواء كانت معلقة بشركات أو مؤسسات أو مواد مستهلكة. وفي ظل الأحداث التي تحدث في بقاع العالم، ذلك بحظر جميع الصور والفيديوهات والشعارات الداعمة لهذه الأحداث، وذلك دون حق القيود المفروضة على حرية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي. فأصدر المشرع مجموعة من القوانين والقرارات بشأن الجرائم الإلكترونية وإدخال تهمة إساءة استخدام التكنولوجيا، ما أدى إلى ارتفاع معدل الاعتداء على حرية التعبير من خلال اعتقال بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وحجب المواقع الإلكترونية وتهديد بعض النشطاء ومنعهم من السفر أي مقابل انتقادات عديدة من قبل منظمات ديال حقوق الإنسان. وهذا ما كيعنيش أن الإفراط في الحق يؤدي إلى الفوضى والاعتداءات، وهذا كذلك لا يعني السماح بتقييد الحق، فالحصول على الحق وعدم الإفراط في استماله. إذن إلى هذه الحدود ديال هذه المفاهيم كنكون وصلنا ختام العرض، على أمل لقائكم في حصة قادمة. لا يفوتني مرة أخرى إلا أن أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. بالله التوفيق، دمتم في رعاية الله وحفظه.